نظم المنتدى العالمي للوسطية ندوة بعنوان دور التعايش في الاستقرار والسلم الاجتماعي السبت في مقر المنتدى. وقال الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري أن العصر الذي نعيش فيه عصر التكنولوجيا والإنترنت والفضائيات التي تتيح المعلومات والأفكار دون قيود. ولا شك أن موضوع حديثنا عن العيش المشترك لا يتطرق إلى عيش بين فئات دينية، وإنما يتطرق إلى حديث حول كافة الألوان التي تشكل لوحة في المجتمعات العربية والإسلامية. ولا شك أن الصراع الجاري الآن في هذا العالم وبالتحديد في منطقتنا العربية والإسلامية يفرض على النخب والمؤسسات الثقافية أن تبلور رؤية محددة لتحصين هذه الأمة والوقوف في وجه هذه التحديات التي تضرب أمن المجتمعات وتهدد استقرارها. الشيخ عبد الرحيم العكور الذي أدار الندوة أكد على العيش المشترك ودوره في مواجهة التحديات. لا شك أن الحوار أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بل أصبح ضرورة من ضرورات العصر، خصوصا في ظل هذه المآسي التي أزكمت الأنوف برائحة الدم في كل مكان، فأصبحت الحاجة ضرورية لوضع حلول عملية لمثل هذه الأوضاع السيئة. إن قبول الآخر والتعايش السلمي معه فريضة شرعية وضرورة اجتماعية وفطرة إنسانية فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. الوزير الأسبق الدكتور منذر حدادين قال أن العيش المشترك ضرورة للبقاء، وهي مصدر ثراء للدول، ويجب الالتزام بمبادئ السماحة والعيش المشترك. المسيح قال أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. المسيح فصل السياسة عن الدين، تعطي لقيصر اللي إله، هي السياسي والدولي، وأعطنا لله لله، هذا شيء منفصل. وهذا الخطأ الإعلامي عندنا اللي بتفكر جموعنا إنه الدول الغربية مسيحية، مفصول الدين عن الدولة يا جماعة، فيها مش مسيحيين، يعني الناس مسيحيين، بس شو علاقة رئيس أمريكا بالمسيحية؟ جاوب على حاله مرة، قال بروح على الكنيسة ساعة واحدة يوم أحد وبخبرك مع السلامة. ماذا كان سيكون سيحل بهذه البلاد لو ما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ فكر فيها. رئيس مركز الدراسات الأورو متوسطية الدكتور ياسين الرواجدة بيّن أن الدين الإسلامي يدعو إلى السلام لا الاستسلام، مؤكدا أن قوة الخير موجودة وهي بحاجة إلى تفعيل وتحريك قدرتها. إن حجم المؤامرات والأخطار الكبيرة والأعداء الخطيرين والكثيرين يجب أن لا يدعونا إلى الاستسلام، لأنني لا أزال وأعتقد أن قوى الخير أكثر، ربما غير فاعلة وغير نشيطة وغير منظمة وغير مستخدمة، سواء من الأجهزة الحكومية بشكل عام أقصد. الداعية الإسلامي الدكتور حمدي مراد عرض الآيات القرآنية التي تحث على حفظ النفس الإنسانية والحوار الذي يؤدي إلى حفظ حقوق الجميع بعيدا عن التمييز والتعصب. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لما خلق الأسرة الإنسانية الأولى خلقها خير خلق وعلى أحسن تقويم، لتشكل بعد المجتمع الإنساني الذي أراده الله تعالى أسرة واحدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبودية هنا الاستقامة على الطريق لتحقيق السعادة والأمن والاستقرار والتفاهم والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وبين النائب السابق الدكتور زكريا الشيخ دور الإعلام في ترسيخ ثقافة العيش المشترك، مؤكدا أن العيش المشترك من المسلمات في الأردن، ويعتبر أنموذجا في التعايش لما يتمتع به من قيادة هاشمية واعية حاضنة للجميع، مؤكدا على عدم جواز الاستقواء على الدولة الأردنية بالخارج. هل نحن حقا بحاجة إلى التركيز والتكرار
الطويل والندوات العديدة التي عقدت في الأردن لكي نتحدث عن العيش المشترك؟ إجابة نعم، ولكن دون تضخيم، دون تقزيم، دون استغلال، دون تمييز، دون ابتزاز أو استقواء لأي طرف على الأطراف الأخرى، لا داخليا ولا خارجيا. على هذا المبدأ نستطيع أن نتحدث عن العيش المشترك، دون استقواء لفئة ضد فئة أخرى، وألا يتحول الحديث عن التعايش وسيلة ابتزاز للحصول على امتيازات وتمييز لا يتناسب مع نسبة التمثيل العددي أو النوعي ويتعارض مع القوانين والدستور. عدم استفزاز الآخر أفراد ومجتمعات بالتطاول على قيمه الدينية والاجتماعية وأصوله ومنابته وحق المواطن المتساوي، مثال قيام وسائل إعلام في الأردن هنا ببث مواد تتعارض مع ثقافة المجتمع وتمس شعوره الديني، وهناك قضايا مرفوعة في المحاكم. عدم تحويل أو استغلال الحرب على الإرهاب الحقيقي لتصبح حرباً على جوهر الدين ومظاهر التدين. وهنا لابد أن آتي إلى قضية غاية بالأهمية، عدم المساس بهوية المجتمع أو لغته أو مناهجه ومحاولة سلخها عن دينها وما يكفله الدستور، وهذه المادة الثانية من الدستور: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها. الأردن أنموذجاً للتعايش. لماذا؟ القيادة الهاشمية هي العنوان الأبرز للتعايش، جلالة الملك والعائلة الهاشمية الكريمة. ودار بعد كلمات المحاضرين حوار تركز على دور التعايش المشترك في الاستقرار والسلم الاجتماعي. حازم السردي، الحقيقة الدولية.